يوم النهارده حلقة جديدة من كل يوم دي على سونار وحملك مع دكتور ايسام عارف في الترا سكان، وهنتكلم عن غياب الجسم السفني او الاجنيسيس والكوربس كالوزروم، وده زي ما تكون ضفيرة عصبية موجودة ما بين جانبي المخ. عدم وجودها او غيابها بيؤثر بعد كده وبيعمل اضطرابات في الحركة بالنسبة للبيبي لما يتولد. دي ممكن نشخصها بوضوح بس في فحص الشهر الخامس اللي هو الاسبوع ال20. بتبقى ليها يعني مظاهر واضحه جدا بالنسبه للسونار المخ، وبنعتمد الصراحه على تقنيه عاليه عندنا اللي هي السمارت سي ان اس او تقنيه تقطيع المخ زي الاشعه المقطعيه، عشان نقدر نوصل لدقائق المخ ونقدر نشوف ونرسم الجسم او المخ بالصوره ثلاثيه الابعاد قدامنا على الشاشه. عيوب المخ كلها ممكن تتشخص بدري في الحمل. شكرا جزيلا.